يعني. طبعا في خبر آخر، توفت صاحبة أشهر صورة رضيعة في العالم، واللي انعرفت من خلال وضع صورتها على معلبات أطعمة الأطفال المعروفة. طبعا هذه الماركة ماركة عالمية اسمها جيربر. فالسيدة هذه توفت بعمر 95 عام، واسمها آن تيرنر كوك. فهذه صورتها طبعا اللي على المعلبات، اتوقع ما مرت علينا كلنا، اكيد على اجيال كثير مرت يعني قديش مرت علينا كلنا. وهذه صورتها يعني قبل ما توفى طبعا في عمر 95. شفتي كيف دائما الواحد يقول لما نسوي اشياء في الصغر تبقى طول العمر الناس ما ينسوها، فعشان كذا الواحد دائما ينتبه في هذا الموضوع، خصوصا احنا بنطلع في الاعلام، فان شاء الله يكون خفيفين كذا على الناس ودائما يتذكرونا بالاشياء الطيبه. اكيد اكيد.